هذا بيت نصيف، بيت قديم أثري عمره 150 سنة. الملك عبد العزيز سكن فيه، مبني حجرتين وخشب، في 36 مسجد في كيلومتر مربع واحد. جيتوا على المحل ودخلتوا حتلاحظوا انه المحل له روح اهل جده وجو اهل جده. احنا موقعنا على البحر فبرضه حتستمتعوا بالبحر الاحمر. تعالوا جيب معك العيال. Our vision here is to present science and education to families and children. We're able to show full-day movies. Those are films that run on a full 360-degree screen.